بالنسبة للزيارة ديالنا اليوم لإقليم قرسيف تأتي في واحد الإطار اللي كتعمل عليه الجهة، وهي ذاك الوعود اللي كان وعد بها المكتب في البداية ديال المجلس 2016. كنا تكلمنا على التنمية ديال الجهة باش كل إقليم يستفاد من الحصة ديال التمويل ديال الجهة بالنسبة للأقاليم. اليوم الدور ديال الإقليم ديال قرسيف العنوان الكبير اليوم هو الكهرباء ديال العالم القروي بجهة الشرق. اليوم هذه المنطقة هذه وبهذا الإقليم كان قيموا الأشغال ديال الكهرباء ديال العالم القروي في إطار واحد الاتفاقية اللي كانت نجزتها الجهة مع المكتب الوطني للماء والكهرباء اللي تقدر بواحد 200 مليون تاع الدرهم اللي استفدت منها جميع الأقاليم ديال الجهة، ولكن إقليم قرسيف اللي كان يعرف واحد الخصص كبير في الكهرباء اللي استفد تقريبا من 98 مليون. هاد 200 مليون و15 مليون تاع الدرهم القيمة ديال هاد الاتفاقية، إقليم ديال قرسيف استفد تقريبا 50% من هاد القيمة المالية اللي هي 98 مليون تاع الدرهم، باش انتقلت الكهرباء ديال اقليم قرسيف من 85% الان الى 96%، يعني 11% ديال الزياده في هذا الظرف ديال السنتين. كذلك تدشين ديال عدد كبير ديال الطرقات اللي اليوم كتعرفوا الاقليم اللي كان يعرفوا حتى تاخر كبير في البنية التحتية، بما مجموعه الآن الجهة استثمرت في الإقليم ديال قرسيف 240 مليون تاع الدرهم، يعني هذا تمويل من الجهة 100%، إلى أضفنا تقريبا واحد 250 مليون في إطار اتفاقيات بالنسبة للتجهيز وبالنسبة للكهرباء بالنسبة للماء. يعني الجهة إقليم قرسيف غادي يكون استفد أكثر من في هذه الثلاث سنوات 16/17/2018 استفد أكثر من 400 مليون تاع الدرهم، يعني 240 مليون هي من ميزانية الجهة، وواحد تقريبا أكثر من 200 مليون هي في إطار اتفاقيات. إن شاء الله غادي يكون واحد المشروع اللي مهم اللي غادي ينتقل للذات، وهو مشروع صناعي في القطاع النسيج اللي غادي يشغل أكثر من 350 شخص، يعني يقدر يوفرنا واحد 350 فرصة نتاع يد عاملة اللي غادي تشتغل في هذا العمل واللي استفد من التمويل ديال الجهة. وان شاء الله يعني هذا غادي باقي الأقل. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.